اهلا بيكم في حلقه جديده من خمسه لصحتك. هنتكلم النهارده عن المراره، مشاكلها، امتى نعمل جراحه ونشيلها، هل الجراحه بالمنظار افضل ولا الجراحه العاديه، كل حاجه عن المراره، الاكل، الشرب، كل شيء هتعرفوه لما نكمل مع بعض الحلقه للاخر. ولكن الاول لازم افكركم نعمل اشتراك ونفعل الجرس علشان الحلقات توصلكم اول ما تنزل. المرارة عضو في الجهاز الهضمي غير حيوي. يعني ايه غير حيوي؟ يعني ممكن نعيش بدونه، ممكن نستأصله ونعيش عادي. وظيفته الأساسية هو تخزين الصفرة التي يفرزها الكبد، الصفرة السائل اللي وظيفته هضم وإذابة الدهون اللي بتدخل لنا عن طريق الأكل. المرارة بتخزنه، بتخزن من حوالي 40 ل 65 ملي لتر جواها. وقت ما الجسم يحتاجها بتبدأ تفرزها فين؟ بتبدأ تفرزها في الأمعاء. بالظبط اللي بيحصل إن بمجرد دخول الأكل إلى الجزء الأعلى من الاثنى عشر الأمعاء الدقيقة بيحصل إن في هرمون بيفرز بيقلص المرارة. يعني الهرمون ده بمجرد إفرازه بيحصل تقلص للمرارة، يعني تنقبض علشان يحصل إفراز للصفرة عن طريق الكبد داخل قناة الصفراوية العامة، قناة الصفرة العامة، تدخل جوه الأمعاء وتبدأ الصفرة في عملها بإذابة وهضم الدهون. إيه مشاكل المرارة؟ إمتى بيحصل مشاكل في المرارة؟ أولاً الناس اللي عندها مشاكل في الكبد، عندها مشاكل سواء في تليف، سواء في فيروسات، أي مشكلة في الكبد بتأثر على المرارة، لأن الكبد هو اللي بيفرز الصفرة. الحاجة التانية لو المشكلة في الهرمون اللي هو السيتوكينين ده اللي هو وظيفته انه يأمر ويخلي المرارة تتقلص، في مشكلة في افرازه. وعلى فكرة الهرمون ده بيفرز عن طريق الاثنى عشر، عن طريق الامعاء. لو في مشكلة فيه فهيحصل تراكم للصفرة داخل المرارة فده يعمل مشكلة. لو في التهاب في جدران المرارة بيحصل تكون لحصوات، حصوات المرارة بتكون كوليسترول مش املاح، وبالتالي الناس اللي عندها الكوليسترول مرتفع، نسبة الكوليسترول في الدم مرتفعة، الناس اللي عندها دهون في جسمها بشكل كبير، الناس اللي وزنها زايد برضو عندهم فرص كبيرة في حدوث مشاكل في المرارة. وبالتبعية الناس المسرفة في تناول الدهون برضو عندهم فرصة كبيرة لحدوث حصوات المرارة والتهابات المرارة. طب ايه الأعراض؟ امتى اعرف ان انا عندي مشكلة في المرارة؟ عندنا نوعين من التهابات المرارة، الالتهاب المزمن المتكرر اللي بتكون اعراضه مش صعبة قوي، وبيكون المريض يصف لك كطبيب عرض معين بتعرف من خلاله وتشخص المرض. ايه هو؟ بيصف لك مكان ده تحديدا اللي هو مكان المرارة اللي هو اسفل الكبد، بيحس كأن نقر خبط داخل المكان ده ومتقطع، يعني بيجي فترات كده على فترات ويروح ومش متعب قوي، نغز بسيط. حضراتكم لو احد فيكم شاف الاضحية قبل كده وشاف الكبد بتاع مثلا الخروف هيلاقي اخره في اخر الكبد بتاع الخروف مثلا في كيس صغير كده عامل زي الكمتراية لونه اصفر مخضر، هو ده، هي دي المرارة. وبالتالي يحط ايده هنا في المكان ده اللي هو فيه المرارة، الجزء الايمن من الاعلى البطن اللي هو اسفل الكبد بالظبط، وبيقول لك انا حاسس بنقر. ولو انت كدكتور كشفت عليه ودست على المكان ده بيتألم ألم شديد في الجزء العلوي، ده بنسميه التهاب مزمن ما بيكونش صعب. لكن الالتهاب الحاد الغير متكرر اللي بيحصل فجأة، غثيان، احساس انه عايز يرجع، قيء شديد، التهاب في المعدة وارتجاع مريء، احساس بألم عام وحاد في البطن، حمى شديدة، ألم في الجسم، كأن كذا مرض مع بعض اتجمعوا، حالة أكيوت، يعني حالة صعبة بتضطر حضرتك وقتها تشيل أخوك أو أختك أو مراتك أو أبوك وتجري بيه، تروح بيه للدكتور يبدأ يشخص، وبعد كده يعمل أشعة تلفزيونية يلاقي فيه حصوة في المرارة أو إن في مشاكل في المرارة، فيبدأ إنه يبدأ يدي علاج. إيه بقى العلاج؟ كبداية بيدي رواكول أقراص اللي هي الحبوب اللي عاملة زي الخرز الزرقاء دي. الأقراص دي بتعالج الالتهابات اللي موجودة
في المرارة، وبتساعد على عدم تكون العصوات، وانها تساعد ولو بشكل بسيط ان العصوات دي تدوب، ولو ان ده صعب جدا يعني. وفي الحالات التانية ممكن يكتب سبازمو دايجستين اقراص، ده نوع من انواع الادوية اللي بيساعد على ادرار الصفرة، خلي الصفرة تدخل على طول الامعاء. لو افتكرنا احنا متكلم في اول حلقة، لو الهرمون ده في مشكلة في افرازه والمرارة محتفظة والصفرة متراكمة، فالسبازمو دايجستين بيساعد على ده. والجرعة بتاعتهم واحدة قرص قبل الاكل 3 مرات. لو حصل بقى التهاب وحمى بيبدا يدي احد انواع الانتيبيوتكس المضادات الحيويه زي السيفوترياكسون، ممكن يدي جرعه مثلا 3 ايام متتاليه، امبول كل 24 ساعه، بتبقى عمليه تقديريه على حسب الحاله. كمان ممكن يدي ادويه للمعده زي البانتولوك، البانتوبرازول، ممكن يدي قرص كل 12 ساعه برضو فتره معينه على حسب الحاله نفسها وتاريخها المرضي. وفي احيانا الدكاتره لما بيبدا ان هو يدي دواء وبعدين المريض يرجع له وهكذا، يبدا ياخد قرار يا جماعه احنا عايزين نستأصل المراره عشان نخلص من الكابوس ده. طب هل استئصال المنظار افضل ولا الجراحه العاديه؟ اي حد هيسمع يقول لك المنظار افضل. المنظار طب حديث، نسبه الخطا البشري مش كبيره، كل ده جميل، ولكن جراحه المنظار مش سهله. جراحه المنظار مش سهله. في ناس بتدخل جراحه المنظار على انه حاجه سهله وبسيطه، لا الموضوع مش سهل. احيانا جراحه المنظار بتدخل المريض في متاهات. فانا بقى عن نفسي بشوف ان مفيش افضليه لجراحه عن جراحه. المهم ان الجراح يكون شاطر، ان المكان يكون كويس، هو ده المهم. والاهم ان المريض ينفع يكون يعمل جراحه، يعني ما ينفعش مريض سيوله، مريض عنده مشاكل في جلطات في الدم قبل كده، مريض بياخد ادويه للسيوله، يقدر انه يكمل بدون استئصال المراره وادخله في المتاهه دي. انا اعرف ناس كتير جدا عانت من مشاكل من نزيف وجلطات بسبب انها بتاخد ادويه بسبب عمليات استئصال المراره. احيانا تانيه دكاتره بتطلب استئصال المراره بسبب التيفويد. قبل كده عملنا حمى تيفود وعملنا حلقه تقدروا تشوفوها من الرابط اللي فوق. الحلقه دي كنا بنتكلم فيها انه احيانا التيفود بيتوطن في المراره، وبيكون علشان المريض يخلص من التيفود لابد من استئصال المراره. فدي احد المرات او احد الحالات اللي بيطلب فيها الطبيب انه يستأصل المراره لان حمى التيفود بتتكرر على المريض. دي كلها حاجات بتبقى تقديريه للدكتور، وهو الطب في الاساس مهنه تقدير. الطبيب بيشوف الاضرار المخاطر والفوائد المنافع، وبيقيم بميزان، بيكون في توفيق، ولكن في بيزكس، في قواعد وفي اصول. للاسف في بعض الاطباء بيكون عايز يعمل جراحه وخلاص، وده انا ما بلومش فيه على المريض، لانه في النهايه هو مش عارف الصح من الغلط. وهو ده الهدف الاساسي من البرنامج ده، ان احنا نعلمك ونفهمك علشان ما يكونش فيه دكتور بيضحك عليك او بينصب عليك او بيستغل عدم معرفتك او سوري جهلك، او انك انت ما انتش عارف الصح فين وبيلعب بيك. وده موجود في كل حته في العالم، ولكن موجود في مصر او موجود في الدول اللي بتعاني من ضعف في النظام الصحي وضعف في الثقافة الصحية بشكل أكبر شوية. وبالتالي ده دور البرنامج أصلا، إن احنا مديك معلومات بشكل سلس، بشكل سهل، بشكل بسيط، بحيث إنك يبقى عندك قاعدة من المعلومات الطبية تقدر من خلالها حتى تخبط، ما يكونش فيه يعني عمى كلي، على الأقل شايف ولو بسيط إن أنا أعرف أتحرك في إطار معين حتى يعني ابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. اتمنى تكون الحلقه اتكلمنا فيها عن كل شيء يخص المراره، من علاج، من اسباب، من تشخيص، من امتى نعمل جراحه وامتى ما نعملش، ايه الافضل المنظار ولا الجراحه العاديه. ما ننساش نعمل لايك للحلقه ونعمل اشتراك في البرنامج ونفعل الجرس علشان الحلقات توصلكم اول ما تنزل. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من 5 لصحتك.